الحكومة التركية تواصل حملة مطاردة واعتقال الذين تشتبه فيهم الارتباط بمحاولة انقلاب الفاشلة ضد رئيس رجب طيب أردوغان في شهر يوليو تموز الماضي. آخر حلقات هذه الحملة اعتقال مسؤولين كبيرين لمجموعة دوان هولدينغ صباح الخميس، وهما إيريم تورغوت يوتشيل المستشار القانوني للمجموعة ومديرها التنفيذي يحيى أوزدين، وقد تمت مداهمة مكتبيهما ومسكنهما. وسبق اعتقال إيريم تورغوت ويحيى أوزدين حبس ممثل المجموعة في أنقرة بربروس مورادوغلو بداية الشهر الماضي المشتبه فيه الارتباط بداعية فتح الله جولان الذي تنسب له أنقرة المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد أردوغان. مجموعة دوان هولدينغ مؤسسة قوية في تركيا حاضرة بقوة في قطاعات الطاقة والبناء والإعلام. المؤسسة تملك صحيفة حريات اليومية ووكالة الأنباء دوان وقناة تلفزيون سينان ترك. أنقرة اعتقلت وعزلت من الوظائف أكثر من 100,000 شخص في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصيف الماضي.